فالتفاؤل أيها الإخوة روح تسري في النفس تجعل الفرد قادراً على مواجهة الحياة وعلى توظيف إمكاناته في الخير وعلى تحسين الأداء وعلى مواجهة الصعاب. والناس يتفاوتون في ملكاتهم، يزيد في الخلق ما يشاء، ولكن الناس جميعاً قادرون على أن يكونوا متفائلين، والتفاؤل يصنعوه بأيديهم. والجبرية المطلقة إن في العقيدة أو في التصور يأس مطبق وانتحار بطيء، واعتقاد المرء أنه ريشة في مهب الرياح ورهن للطبائع والأمزجة التي ركب عليها أو ورثها عن والديه أو تلقاها من بيئته الأولى، وأن ليس أمامه إلا الامتثال، هذا إهدار لكرامة الإنسان. فلا بد من اتخاذ قرار بالتفاؤل، فالتفاؤل قرار ينبثق من داخل النفس. هذه أول حقيقة في التفاؤل. التفاؤل نحن جميعاً قادرون عليه ونصنعه بأيدينا، واثقين بربنا، معتمدين على التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله، وما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها الإخوة، لكن المظهر أحياناً يوحي بالتفاؤل. هذا الذي مشى متطامناً غضب منه عمر الفاروق، قال: ارفع رأسك، متى موت علينا ديننا؟ فالمظهر والشكل والثقة والحركة والالتفات والقيام والقعود والنظر والكلام والمشاركة، هذه توحي بقوة. هذا الذي مشى متبختراً قبيل معركة قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، رحم الله عبداً أراهم منه قوة. لا تكن متطامناً، لا تعبر عن سوداويتك ولا عن يأسك ولا على أنك ريشة في مهب الرياح، والمسلمون انتهوا، أعداؤهم أقوياء أزكياء أغنياء يخططون لهم، قرارهم هو النافذ. هذا من فعل الشيطان. أيها الإخوة الكرام، حتى الإنسان قد لا يخلو من عيب، هذا العيب لا يقدم ولا يؤخر. أحد التابعين كان قصير القامة، أحنف الرجل، مائن الذقن، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. قيمة الرجل بعلمه وبأخلاقه وبعمله الطيب. أيها الإخوة، الفكرة الثالثة: تدرب على أن تكون مبتسماً، لا تكن عبوساً قمطريرة، كن جاهزاً، اضحك باعتدال، تبسمك في وجه أخيك صدقة. البسمة تصنع في قلبك وفي حياتك الكثير، ولا سيما إن كانت ابتسامة حقيقية متطابقة مع حركة الوجه والشفتين، وليست ابتسامة ميكانيكية تلك التي يصطنعها الطغاة. الطرفة لا تتحرج من روايتها، الطرفة المهذبة الأديبة الهادفة اللطيفة التي لا تمس إنساناً ولا حرفة ولا جهة ولا شيئاً في الحياة، لكنها تشيع البهجة في النفوس، تجدد نشاط المستمعين. هذه لا تظن بها، حتى تعلمنا في الجامعة في كلية التربية
أن الفكاهة في التعليم لها دور كبير، وقد أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن المرح احتمال إصابته بأمراض القلب أقل بكثير. المرح، أيها الإخوة، هذه الطرف التي يصنعها الناس أو يروونها، وقد يكون الرواة من الوقورين والمشاهير والعلماء والساسة، وحينما تروى هذه الطرف لا تتضعضع مهابتهم إطلاقاً، يزدادون محبة للناس ويزداد الناس حباً لهم. المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن متفائل، المؤمن ضحاك بسام، والتبسم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ليس من المروءة الوقار في البستان، يعني أنت في نزهة، لما هذا الوقار الزائد وهذا الكهنوت وهذا الوضع المخيف؟ أنت في نزهة. كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان إذا دخل بيته كواحد من أهل البيت، كان يمشي ويضع الحسن والحسين على ظهره تأليفاً لقلوبهما. أيها الإخوة الكرام، ليس معنى هذا أن يكون الضحك هدف حياتنا أبداً، لكن الوضع الكئيب السوداوي المتشائم اليائس الذي لا يبتسم ولا يضحك ولا يفرح من حوله، يعني هؤلاء الذين يفرحون الصغار لهم باب، لهم قصر في الجنة. والله عز وجل يقول: بالمناسبة الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضحك، وأنه هو أضحك وأبكى، فإذا ضحكت وأدخلت على قلب أهلك السرور ما الذي يمنع؟ إذا ضحكت وأدخلت على قلب من حولك السرور ما الذي يمنع؟ أيها الإخوة الكرام، هناك أناس كثيرون يجددون نشاطهم بطرفة بريئة، بموقف يعني يدعو إلى الابتسام، هذا شيء من لوازم التفوق. الحقيقة الرابعة: املأ قلبك بالطيب، لا تكن شاكاً، لا تكن قناصاً، لا تكن سيء الظن، املأ قلبك بالطيب، انوي النية الطيبة، لا تحسد الناجحين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حتى لو كان الذين نجحوا وتفوقوا زملاؤك، نجاحهم بفضل الله ثم بفضل جهدهم وكدهم وسعيهم، عليك أن تعمل مثلهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. افرح للناجحين، اكتب لهم رسالة، أثني عليهم، ابتسم لنجاحهم، هنئهم على نجاحهم، تكن شريكاً لهم، ولا تجعل نجاحك على حساب الآخرين، تسلقاً على أكتافهم أو زراية بهم أو تتبعاً لعوراتهم وعثراتهم، ولا تجعل الناس مادة لسخريتك. أيها الإخوة، إذا كان ثمة طموح أمامك فاسأل الله من فضله. تريد مزيداً من الدخل أو مكانة أو مجداً دنيوياً، اسأل الله هذا الشيء، وعاهده أن يكون للضعفاء وللفقراء والمحاويج والبسطاء حق عليك. والله قبل أسابيع دعيت إلى الجزائر وألقيت خطبة في ثاني أكبر جامع في إفريقيا، الذي أنشأ المسجد استقبلني، وقبل أن أنطلق إلى الخطبة والدرس قال لي: أنا كنت في السجن وقد رأيت ألوان التعذيب أمام عيني في عهد فرنسا، بل إن بعض العلماء قصت ألسنتهم. عاهدت الله عز وجل أن إن سلمني لأنشئن له مسجداً من أكبر المساجد،
هو في السجن، احتمال موته كبير، طلب من الله هذا الطلب وقد حقق الله له هذا الطلب. مسجد صلاح الدين، مسجد عبد القادر المبارك، مسجد عبد القادر الجزائري، ثاني أكبر مسجد في إفريقيا، الذي أنشأه كان في السجن والتعذيب أمامه، ما يأس، ما قال انتهيت غدا أقتل، لا، قال له يا رب لئن خرجت سالما لأنشئن لك مسجدا. من السيرة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عائدا من الطائف التي كذبته وسخرت به بل وأغرت صبيانها بنيله بالأذى، قال له زيد يا رسول الله أترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال إن الله ناصر نبيه. هدر دمه، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، تبعه سراقة، مهدور دمه، قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل سالماً وسأنشئ دولةً وسأؤسس جيشاً وسأحارب أكبر دولة وسأنتصر عليها وستأتيني الغنائم إلى المدينة ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا هو الإيمان، الإيمان أن تثق بالله، الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جهدك الضخم، بحة صوتك، سهرك الطويل، مجافاتك للفراش، هذا الجهد سيكلل إن شاء الله بالنجاح. دائماً كن إيجابياً، في إنسان سلبي يبحث عن العيوب، يبحث عن الجانب المظلم في كل إنسان، في كل شيء يؤثر التشاؤم، الانسحاب، التقوقع، كن إيجابياً، انظر إلى الجانب الخير. لما تقول هذا الكأس نصفه فارغ؟ قل نصفه ملآن، الحقيقة واحدة، انظر إلى القسم الممتلئ ودعك من القسم الفارغ، انظر إلى إيجابيات الإنسان. أيها الإخوة الكرام، بل إن بطولتك أن تكتشف الإيجابيات في السلبيات. كلما ضاق الأمر اتسع، وبعض السلبيات لها إيجابيات. لو أن الطريق لم يعجبك له إيجابية، هذا الطريق المتعب الذي فيه حفر وانعطافات كثيرة لا تنام فيه أبداً، بينما الطرق الواسعة المستقيمة في احتمال النوم، والنوم حادث مدمر. اكشف الناحية الإيجابية بهذه السلبية. أيها الإخوة، الإنسان المؤمن يسعد ويسعد، وغير المؤمن يشقى ويشقي، يسعد ويسعد ويشقى ويشقي. أيام الإنسان شعوره كأنه باللورة ذات لون دخاني، يرى كل شيء حوله قاتماً، يرى كل شيء حوله قاتماً، هذا خطأ كبير. ثم أن تفهم، أن تنظر إلى الناس على أنهم جميعاً جهلاء، أغبياء، متخلفون، وأنت وحدك الفهيم والذي أدركت حقيقة الحياة، هذا خطأ كبير. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. أيها الإخوة الكرام، يعني أحياناً الإنسان يتهم بالسذاجة وقد يكون متفائل، ولكن السوداويون ما من شيء إلا وبعد التحليل يكون شراً،
ما من شيء في حياتهم يحللونه فإذا هو مؤامرة، إذا هو قنص، إذا هو خطة جهنمية. هذا خطأ كبير. يعني أنت بحاجة إلى شيء من البساطة، بحاجة إليها. مسعدة هذه البساطة. طبعاً أروع موقف، موقف سيدنا عمر حينما قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست من السذاجة بحيث أخدع ولا من الخبس بحيث أخدع. هذا موقف دقيق جداً. مثلاً في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. النبي الكريم ماذا أبرز من هذه القصة؟ هذه المرأة الفاسقة الفاجرة التي دعته إلى نفسها، أم هذا الشاب العفيف ترك المرأة وشأنها وأبرز عفة الشاب؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وحينما قدم وفد النجاشي إلى المدينة تولى النبي بنفسه خدمتهم. يا ترى النجاشي طبق كل أحكام الإسلام في بلده؟ لم يستطع، لكنه أحسن وفادة أصحابه وأكرمهم وجعلهم في طمأنينة وراحة. نظير هذا العمل تولى النبي بنفسه خدمة الوفد الذي جاء من النجاشي. وهذا الرجل الذي أراد امرأة فتمنعت عنه حتى اضطرتها ظروف الحياة القاسية أن تطاوعه وهي كارهة، ثم ذكرته بالله وقالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهو أشد ما يكون شوقاً إليها. والله تعالى حمد له هذا واستجاب دعاءه بهذا الموقف، مع أنه خطى خطوات إلى المعصية وحاولها من زمن طويل وواعدها وابتز المرأة أول أمره واستغل ظروفها المادية الصعبة ووصل إلى الخلوة وأن يقعد منها مقعد الرجل من امرأته، وهذا لفظ ينطوي. كل هذه المراحل من المعصية والانحراف والابتزاز في النهاية كف عنها خوفاً من الله عز وجل. الله قبل توسله بهذا العمل الصالح. يا أيها الإخوة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكاً. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هم ليسوا كذلك. ليس معنى هذا أن تكون ساذجاً، أن ترى إنسان غارق في المعاصي. أخي ولي، قد يكون ولي، هي سذاجة وحمق بالإنسان. المعصية معصية، والانحراف انحراف، والظلم ظلم. أنا لا أدعوك أن تصف العصاة والمذنبين والمنحرفين والمجانين بأنهم أولياء، كما أنني لا أدعوك إلى أن تيأس من إنسان. سيدنا خالد أسلم متأخراً وبقي في الإسلام 7 سنوات وصار سيف الله المسلول، فلما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكراً، لا تيأس. يعني هذا الذي أقيم عليه حد الخمر والصحابة الكرام لعنوه أثناء جلده، لعنوه، فكما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: هلا قلتم رحمك الله بدل أن تلعنوا؟ إنه يحب الله ورسوله. الصحابة لعنوه، لكن النبي رأى إيجابية فيه فقال: إنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه، ادعوا له بالرحمة. هذا الذي دخل بيت أنصاري وأكل من دون إذنه، ساقه الأنصاري إلى السجن، إلى النبي ليسجنه سارقاً، فقال له النبي الكريم: هل علمته إن كان جاهلاً؟ وهل أطعمته إن كان جائعاً؟ كن إيجابي يا أخي، ساهم في خدمة الناس، ساهم في خدمة المجتمع، ساهم في تحمل هموم الناس. حاول أن
تقدم شيئاً للناس، حاول أن تعتذر عنهم أحياناً. هؤلاء الذين كذبوا النبي وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، جاءه ملك الجبال قال له: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يعني الله مكنه أن ينتقم منهم. ماذا قال؟ اللهم اهد قومي، دعا لهم وقد ضربوه، اهد قومي. ما قال اهد هؤلاء، اهد قومي، هم قومي، إنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم، لم يتخلى عنهم، واعتذر عنهم ودعا لهم وتفاءل أن يكون أولادهم من الموحدين. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذا موقف النبي. حاطب ابن بلتعة الذي ارتكب خيانة عظمى في كل الأنظمة وفي كل العصور، عقوبته الإعدام. أرسل رسالة إلى قريش: إن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم. وقع الكتاب بيد رسول الله، القصة طويلة تعرفونها. استدعاه قال: ما هذا يا حاطب؟ سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، إنه شهد بدراً، ما نسي له هذه. الناس إذا أخطأ إنسان يتعامون عن كل إيجابياته، يكبرون هذا الخطأ ويجعلونه مجرماً. قال له: لا يا عمر، إنه شهد بدراً، إنه شهد بدراً. يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال: والله يا رسول الله، ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش، أردت بهذه الرسالة أن يكون له لي عندهم يد أحمي بها أهلي ومالي، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته فصدقوه، ولا تقولوا إلا خيرا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان يجب أن يكون إيجابياً، ودائماً إذا طعنت في الظهر فاعلم أنك في المقدمة، إذا طعنت في الظهر فاعلم أنك في المقدمة. ولا بد للمؤمن من مؤمن يحسده، أو منافق يبغضه، أو كافر يقاتله، أو نفس ترديه، أو شيطان يغويه. السؤال الآن: لماذا جاءت تهم الكفار للنبي في القرآن الكريم؟ لماذا؟ السبب أن هذا درس للدعاة، أن هذا درس للدعاة. وقالوا: ساحر أو مجنون. قالوا: شاعر. التهم التي ألصقت بالنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها الله في القرآن الكريم. فلذلك أيها الإخوة، لا بد من أن نكون إيجابيين.